أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد حول استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية. وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف تم التأكيد على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، موضحا أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المساجد وأعمال البر وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقا للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.